تتمتع القاهرة بالعديد من عناصر التراث الثقافي التي تميزها عن عواصم الدول الإسلامية، ومن هذه العناصر الحرف الشعبية التي تملأ شوارعها. لذلك سوف نتناول في هذا البحث إحدى أهم هذه الحرف، وهي تصنيع عربات البيع الجائلين، حيث تتواجد هذه الحرفة في شارع أمير الجيوش. ويعتبر شارع أمير الجيوش من المناطق المميزة بكوهرات المعز، ويعرفه الناس باسم النحاسين، وهو سوق متخصص في بيع وتصنيع عربات البيع والأدوات المستخدمة في محلات الأطعمة والمقاهي الشعبية. كما يشتهر هذا السوق بانتشار حرف التشكيل الألمنيوم والاستلستين. ولا يشتهر السوق بحرفتي تصنيع الألمنيوم والنحاس فقط، ولكنه يقع وسط تراث معماري عربي قديم تجلى في بناء البيوت والأزبلة والحمامات الشعبية العائدة للعصرين الفاطمي والمملوكي، فهو تجسيد للتراث الثقافي القديم والحديث. حيث استطاع الحرفي المصري أن يطور فنون الحرفة ويواكب متغيرات الزمن، لذلك أصبح من أهم إبداعات هذا الفنان هو تصنيع عربات البيع الجائلين بأشكال رائعة ملفتة للأنظار. حيث استبدلها بعض الباعة الجائلين بالعربات الخشبية، ولم يقتصر تواجد هذه العربات فقط في المناطق الشعبية، ولكننا نراها انتشرت في الأسواق التجارية الكبرى، المولات والأندية الرياضية والأحياء الراقية والمدن الجديدة. اشتهر شارع أمير الجيوش النحاسين بالورش التي تقوم بتصنيع خام النحاس الذي كان يستخدم في الماضي في تجهيز العروس وفي تصنيع أواني الطهي، فهذه المنطقة القديمة تعرف تصنيع النحاس منذ قديم الأزل. بدأ تصنيع عربات الطعام منذ أكثر من 20 عاماً من خلال طي الحديد وتحويله إلى أشكال مختلفة من عربات مستخدمة لبيع التمر والصوبيا والفول المدمس، وتطويرها من شكلها التقليدي وتحويلها لألوان مبهجة ومختلفة تجذب الزبائن. وكثير من الشباب الآن يقومون بإعادة تدوير السيارات القديمة بشارع أمير الجيوش وتحويلها إلى كافيهات صغيرة متنقلة من خلال إضافة بعض الأدوات والمعدات المستخدمة في تحضير المشروبات كالرمالة بشكل وحجم يتناسب مع شنطة السيارة الخلفية. كما ظهر في الفترة الماضية بالسوق المصري أنواع جديدة أيضا من العربات، وهي العربات الكبيرة الكرفانات. ومنذ أن بدأت تلك العربات بالانتشار وضعت وزارة الاستثمار وهيئة السلامة الغذائية شروط ومواصفات فنية لها.
ويكثر بها العربات المتنقلة خصوصا في موسم رمضان وعيد الفطر والأضحى، حيث يتم تجهيز عربات الزلابية والمشروبات الرمضانية كالصوبيا. وليس ذلك فقط، بل أن تلك الحرفة ما زالت من الحرف التي تساعد في الحفاظ على بعض مظاهر التراث الشعبي مثل مهنة الكنفين. إن الحفاظ على الحرف التقليدية من الاندثار يتوقف على استمرارها، والحرف المصري يتميز بالذكاء، قد استطاع أن يطور تلك الحرف لتتماشى مع متغيرات العصر، وذلك من خلال متابعة التسويق الإلكتروني عبر وسائل التواصل الاجتماعي. العديد من حسابات وسائل التواصل الاجتماعي المتخصصة في الترويج والتسويق لعربات البيع الجائلين، والتي يطلق عليها الآن العربات المتنقلة. وهناك بعض المجموعات على الفيسبوك التي تساعد في الترويج لتلك العربات من خلال نشر صور للعربات، وكذلك نشر فيديوهات عن كيفية تصميمها وتصنيعها وأحدث أشكال العربات المتنقلة.